إذا كان كل طرف طرف قعد في الموقف نتاعه هذا ما نجموش نألفوا بيناتهم، ولذا لازم كل واحد منهم بعد التدقيق الأمور من الناحية الدستورية والسياسية يتفاهموا على إسقاط إحدى الخطوط الحمراء نتاعهم، مثلا النهضة فيما يتعلق بالحكومة والمعارضة فيما يتعلق بحل المجلس التأسيسي. واستقالة الحكومة يعني هذه بيدها هي تنجم تدخل فيها يعني رؤى كيف تستقيل الحكومة، تبقى لأي إجراءات، شنية المدة الزمنية فهمت اللي لازم تستقيل فيها الحكومة. هذا ينجم يكون موضوع حوار ثري بين الأطراف، دائما لهدف واحد هو كيف نخرج من